للتعليق على تزايد أعداد المصابين بمرض السرطان في العراق في ظل تدهور الواقع الصحي ومؤشر الرعاية الصحية للعام الجاري، تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة، بداية مرحبا بك. الواقع الصحي في العراق في تراجع مستمر، هناك انعدام أو شح في تزويد المواطنين بالأدوية الخاصة بأمراض السرطان، هناك أدوية مزمنة لا تتوفر في المستشفيات أو في القطاعات الصحية في العراق ولا يتم تجهيز المواطنين بها. يعني في بلد يعني يطفو على بحر من النفط، من المفترض أن تهيئ كل المستلزمات الضرورية والحاجات الصحية والعلاجات اللازمة للمواطنين العراقيين. كيف عملت الحكومات المتعاقبة وكيف فعل فساد الحكومات المتعاقبة بالعراقيين لكي يصل الواقع الصحي في القطاعات الصحية في المستشفيات إلى هذا الحد؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم وحي مشاهديكم الكرام. يعني كما تفضلت، هي بالضبط سياسات الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وما تبعه من يعني تقسيم طائفي للعراق وعملية سياسية بائسة ودستور بائس أوصل العراق إلى هذه المرحلة. يعني هذه الحكومات منذ أن دخلت في هذه العملية السياسية الأحزاب والميليشيات وأدخلت بفسادها يعني هذه النتائج على العراق على المستوى الصحي مثلا كما هو موضوعكم لهذا اليوم. لا توجد هناك أصلا يعني نية لكل هذه الحكومات التي جاءت منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في خدمة الشعب العراقي ومنها توفير الخدمات الصحية، وبالتالي انعدمت الخطط، انعدمت يعني ميزانيات التي يجب أن يعني تكون لها حصة من يعني الاهتمام بالجانب الصحي. لم يكن هناك أي خطط لتطوير الجانب الصحي، المستشفيات، البنى التحتية، الكوادر، تدريب الكوادر، هي ليست فقط مجرد تخريج الكوادر، أيضا تدريبها، الحماية التي يجب أن تتوفر لهذه الكوادر. وشاهدنا كيف أن الاعتداءات المستمرة على الأطباء التي تسببت في هجرة الأطباء، أيضا سياسات الحكومة بصورة عامة تسببت في هجرة الكثير من الكفاءات والكثير من الأطباء الذين تركوا هذه المؤسسات الصحية خالية ولا يوجد فيها من يهتم بها. إضافة إلى ذلك، يعني منصب في الحكومية هي مجرد مصالح، تخدم مصالح الشخصية لمن يتقلد هذه المناصب، وليست هناك أي فائدة وأي اهتمام لمصلحة الشعب العراقي، وبالتالي تسبب في أن يصل الوضع الصحي في العراق إلى هذا المستوى. ومنها هو الأكثر تأثيرا هو الأدوية، شحتها، عدم صلاحيتها، والذي تسبب في الكثير من تعريض صحة الشعب العراقي إلى هذه المخاطر، وبالتالي انتشار الأمراض وعدم وجود هناك خطط يعني مستقبلية للحد من هذه الأمراض عن طريق الحقيقة من كثير من ما تقوم به، ما يجب أن تقوم به هذه الحكومة. طيب، الجهات الرقابية يعني أيضا هي تابعة للحكومة وتعتبر يعني ذراع من أذرع الحكومة. الجهات الرقابية عنوانها هي يعني الرقابة، المتابعة، يعني مكافحة الفساد ومتابعة سير الأمور. ولكن فيما يتعلق بالقطاع الصحي، هناك يعني علاج أو أدوية منتهية الصلاحية من المفترض أنها مخصصة لعلاج السرطان والكثير من الأمراض المزمنة. يعني البعض يصف الأجهزة الرقابية بأنها ذراع للفساد بيد الحكومة، ولا يمكن القضاء على الفساد ما لم يتم محاسبة الأجهزة الرقابية التي يقع على عاتقها أن تتابع وأن تكشف يعني عن هذه الأدوية منتهية الصلاحية. إلى أي مدى ترين دكتورة أن الرقابة
هي لا تقوم بدورها بالشكل الأمثل، وهي فعلا كما يصفها البعض ذراع من أذرع الفساد. يعني الرقابة مع الأسف يعني أصبحت بالتأكيد حالها حال مفاصل الدولة، وصلت إليها يد الفساد، لأن هناك مسؤولون يعني في الدولة مشتركون في عملية الفساد. فلذلك إذا لم يكن هناك محاسبة لهؤلاء المسؤولين بالتأكيد سوف تستمر هذه الحالة، وتستمر بالتدهور إلى أسوأ من هذا الذي وصلنا إليه، لأن هذا هو دور الجهات الرقابية، سواء ديوان الرقابة المالية، سواء المنظومة القضائية الأمنية التي يجب أن تتولى أيضا مسؤوليتها في حماية أرواح الشعب العراقي. على العكس من ذلك يتم استخدام هذه المؤسسات في خدمة مصالح المسؤولين الذين هم يستفيدون من صفقات الأدوية الفاسدة، يستفيدون من يعني ما يدفع لهم من مبالغ ككوميشنات من أجل تمرير هذه الصفقات. أيضا يعني الكثير حقيقة من التقارير التي تصل عن هذا المستوى الذي يصل حتى التهديد بالسلاح إذا لم يتم الإفراج عن مثلا الأدوية التي تخضع إلى الرقابة قبل أن يتم تسويقها في الأسواق. يعني كل هذا في الحقيقة ضعف هذا الجانب الرقابي طبعا بالتأكيد هو أحد يعني الوسائل والأدوات التي تستخدمها هذه الميليشيات وهذه الأحزاب وهؤلاء المسؤولون الفاسدون من أجل أن يحصلوا على مكاتبهم الشخصية، وأن ولا يهم أرواح العراقيين التي ممكن أن يفقدها العراقيين بسبب تناول يعني أدوية منتهية الصلاحية أو حتى عدم الحصول على الأدوية، خاصة التي تعالج الأمراض الخطيرة مثل السرطانات أو الأمراض المزمنة أو التي تتعلق بحياة الشعب العراقي بصورة مباشرة. نعم. طيب دكتورة، إذا كانت الحكومة لا تهتم إلى الواقع البيئي في العراق، وهناك إهمال واضح وخاصة في المدن الجنوبية في جنوب العراق فيما يتعلق تحديدا باستخراج النفط والغاز المصاحب لاستخراج النفط والتلوث الذي يملأ الفضاء، يملأ السماء ويملأ الأرض ويملأ التربة. هذا التلوث يا ترى هل يمكن وضع حد له دوليا بعد أن سمعنا كثيرا كثيرا من الحكومات المتعاقبة من بعد احتلال العراق بوضع حد لازدياد نسبة التلوث في الهواء نتيجة عمليات استخراج النفط؟ نعم، يعني هذه طبعا يعني مشكلة مضافة إلى التلوث الذي هو أصلا موجود في العراق بسبب العمليات العسكرية والحروب التي مر بها العراق. يعني لو كانت هناك في الحقيقة سيطرة على هذه المصانع والتي تقوم يعني بما تقوم به، لكن دون أن تراعي الشروط التي يجب أن تضعها الدولة أولا. إذا كانت الدولة مهملة في تطبيق المعايير التي يجب أن تتوفر في أي مصنع، في أي يعني مكان لاستخراج أو تكرير النفط أو حتى يعني اتصالات أو الكثير الحقيقة من مصادر التلوث التي يجب أن تسيطر عليها الدولة عن طريق فرض قوانين وفرض شروط من لتأسيس مثل هذه الأماكن، وبالتالي تراعي كمية التلوث التي يجب أن تكون في الجو من أجل أن لا تضر بصحة العراقيين. كل هذا الحقيقة لا يوجد في العراق. العراق مستمر في الإهمال في البيئة سواء أو في صحة المواطنين، وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة. مع الأسف الشديد لو كانت هناك حكومة تفرض هيبتها وتفرض شروطها دون أن يكون لها أي مصلحة في أن يعني تستفيد من هذه المشاريع، لكانت الأوضاع العراقيين أفضل من هذه الوضع الذي عليه حاليا.
شكرا جزيلا عبر الهاتف من لندن الدكتورة فاطمة العاني، نشكرك شكرا جزيلا.